طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص. طريق فلسطين لا ما بتمر بالزبداني ودمشق. السابعة والنصف بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع ميرنا الهندي. مساء الخير إلى عناوين المسائية. الكمية بعدني عم لكم 22 ألف طن، ما رح تخلص بيومين أكيد، بس أكيد رح تنخفض. المشنوق يتحدث عن حلول مؤقتة لأزمة النفايات، ومجلس الوزراء يرحل البتة بآلية عمله إلى الثلاثاء المقبل. صار عنا مناعة. لليوم الرابع على التوالي النفايات تتكدس في الشوارع، وتحذيرات من مخاطر إحراقها بشكل عشوائي. اشتباكات بين الجيش التركي وداعش عند الحدود السورية التركية، وثوار درعا يدكون معاقل قوات النظام. أهلا بكم. لا جديد تحت شمس لبنان، فضيحة التعطيل الحكومي واضحة وضوح الشمس في سماء السياسة، ونتيجتها في أنوف اللبنانيين وأمام عيونهم، تجلت في بدء التحذير من خطر انتشار النفايات على صحة اللبنانيين والأطفال خصوصا. أزمة النفايات تراوح مكانها في الشوارع، والجلسة الحكومية التي انعقدت انقضت من دون مواجهة لكن من دون نتيجة. فقد حاول الرئيس تمام سلام إشاعة جو من التوافق والوئام داخل مجلس الوزراء، وقد حول وزراء التيار الوطني الحر هذه الجلسة كأنها لم تكن، والنتيجة خروج الوزير جبران باسيل للاعتذار من اللبنانيين على أداء الحكومة، مشيدا بأداء سلام الذي كان اتهمه تياره بالداعشية، ومهددا بأن لا قرارات بلا توافق، أي بكلام آخر من دون موافقة وزراء عون. الجلسة التالية للحكومة ستكون يوم الثلاثاء المقبل. في هذه الأثناء تحاول بلديات العاصمة وبيروت الإدارية أن تحل أزمة النفايات عبر حلول جزئية ومؤقتة، في حين يبقى المشهد خطيرا على صحة اللبنانيين وعلى البيئة وعلى صورة لبنان التي باتت مرتبطة بأكياس النفايات وروائحها. ومن باريس حصل وزير الداخلية نهاد المشنوق على وعد من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن تسدد الدول المانحة ما تعهدت به إلى لبنان لمواجهة كلفة النازحين السوريين، كما وعد الوزير الفرنسي بالدفع نحو انتخاب رئيس للجمهورية خلال زيارته المنتظرة إلى إيران. إذن رحل مجلس الوزراء البحث في آلية العمل الحكومي إلى جلسة تعقد الثلاثاء، فيما تنتظر أزمة النفايات حلولا مؤقتة تقوم بها البلديات بانتظار الوصول إلى حل جذري لأزمة أغرقت لبنان في النفايات. تقرير شرب العبود. أمل اللبنانيون أن تخرج بحل يعيد الهواء النظيف إلى عاصمتهم وترفع قراراتها 22 ألف طن من النفايات التي تتكدس في الشوارع ومعها روائح كريهة وأمراض وتلوث وأوبئة. آلية عمل الحكومة أخذت الحيز الأكبر من النقاش في الجلسة التي افتتحها الرئيس تمام سلام بالقول أنه تم الاتفاق على البحث في موضوع المقاربة المعتمدة لطريق عمل مجلس الوزراء، معتبرا أن المقاربة التي اتبعت والقائمة على اعتماد التوافق في ظل الشغور الرئاسي كانت تجربة ناجحة خلال مرحلة من الوقت، ثم جرى في مرحلة لاحقة اعتماد مقاربة جديدة تقوم على أن التوافق لا يعني الإجماع إذا كان هذا الإجماع يؤدي إلى تعطيل مجلس الوزراء، وأن اعتراض وزير أو أكثر على أحد المواضيع لا يجوز أن يمنع المجلس من اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع. جرت مناقشة مستفيضة لطريقة عمل مجلس الوزراء، فأدلى كل من الوزراء بوجهة نظره بصدد هذه الطريقة وبمفهوم التوافق المعتمد كمقاربة لعمل مجلس الوزراء. وزير البيئة محمد المشنوق أكد السعي لإيجاد المطامر في كل منطقة من مناطق لبنان وفي كل قضاء فيه، وهذا سيؤدي إلى حل مشكلة النفايات. خلي العالم تكون عندها ثقة على الأقل انه نحن بعد 15 يوم حيكون في شركات عم تتولى مناطق الخدمات، اكانت بجبل لبنان
او كانت ببيروت او كانت بالشمال بالشمال وعكار والبقاع والهرمل وجنوب النبطية، كل هالمناطق بده يكون فيها نظام عم يتطبق موحد بشروط ومواصفات واضحة. نحن عم نشتغل بجد. هذا الكمية بعدني عم قلكم 22 ألطون ما رح تخلص بيومين أكيد، بس أكيد رح تنخفض. وخلال الجلسة طالب وزير الخارجية جبران باسيل باحترام الشراكة واحترام الأحجام، فأجابه وزير العدل أشرف ريفي بالقول: لا تنهي عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. وأضاف: إنك لم تحترم أنت وحليفك الشراكة والأحجام يوم شكلت حكومة ميقاتي. وتابع ريفي: لا أرغب في نكء جراحات قديمة، إنما أذكر للتاريخ أن هناك جرحا بليغا لدى مكون أساسي في لبنان من سلوكك أنت وحليفك، ونحن نرى أننا يجب أن نحترم الشراكة الوطنية والتنوع الإسلامي المسيحي ونرى فيه غنى للوطن. وختم ريفي كلامه بالقول: يجب أن يقلع أي منا عن أي إحساس بالقوة ويتجاهل الآخرين. وكان وزير الاقتصاد أنا حكيم قد حمل إلى الجلسة اقتراحا من 4 نقاط لموضوع النفايات، من ضمنها استرداد الدولة لمرفق النفايات الذي تديره سوكلين، إلا أنه لم يتم البحث بالاقتراح. لا حل لآلية العمل الحكومي ولا لأزمة النفايات التي تعالجها وزارة البيئة بحلول موضعية، والأنظار تتجه إلى جلسة الثلاثاء والتي استبقها رئيس الحكومة بالتلويح بالاستقالة في حال وصلت الأمور إلى طريق مسدود. من السراي الحكومي في بيروت، شرب العبود، تلفزيون مستقبل. وفي أعقاب مجلس الوزراء عقد الوزير جبران باسيل مؤتمرا صحفيا شدد فيه على مسألة التوافق داخل الحكومة، مشيرا إلى وجود نية لفتح صفحة جديدة، معتذرا من اللبنانيين على أداء الحكومة. لما بغيب التوافق بغيب كل شيء عن عمل الحكومة، وتغيب الحكومة حتى. وهيدا كان عنوان كل المرحلة الماضية، لما بينقص التوافق لا يستقيم العمل، وبالتالي ما بيصير شيء لا قرارات ولا أي حكومة، إن كنا عم نحكي مكونات أو قوى سياسية أو طوائف، اللي بدكن إيه النتيجة ذاتها هي التوافق. أزمة تكدس النفايات في الشوارع استمرت لليوم الرابع على التوالي وسط تحذير الأطباء وفوج إطفاء بيروت المواطنين من الانعكاسات الخطيرة لحرقها على صحتهم وممتلكاتهم، فيما أعلنت هيئة أوجيرو أن حرق النفايات في بعض مناطق العاصمة أدى إلى انقطاع 4000 خط. تقرير علاء سرحال. يوما بعد يوم تكبر جبال النفايات في بيروت طولا وعرضا بعدما فاقت قدرة الحاويات على استيعاب كمياتها. وفي ظل عدم وجود حل يؤمن إزالتها، لجأ البعض إلى حلول بديلة وإن بطريقة عشوائية، فأقدموا على إحراقها وسط صرخة سكان العاصمة لما يسبب ذلك من أمراض صحية. صار عنا مناعة، امبارح جردان عض واحد مات، الجردان هو ضل طيب. معلوم المستشفيات مليانة من الربو ومن الهاي اللي معه ربو، يعني لحد أمتى هالعيشة هيك؟ والعبء هلأ خفت شوي، كانت الصباح لحديت من ساعة كانت نار طالعة. هلأ نحن كلها باللحم بالبرادات مثل ما أنت شايف، ومسكرين عليهم ومسكر الباب ومدور الآي سي. غلط غلط، كله ماشي بالغلط. هيدا اللي عم بيصير، وباء وأذى وضرر للناس. واحد عارف إنه عم بحرق زبالة تحت عمود الكهرباء، والكهرباء فيها مشكلة بالبلد بالأساس. العالم كله قامت من الريحة، من العالم كله تم ربوا وعمين قلب مفتوح. طبيا ما هي النتائج التي يسببها حرق النفايات لا سيما في المناطق المكتظة؟ الخطر الأول هو مثل عم تقوله على المدى القصير، يعني إذا شخص عنده مشاكل برياته، عنده ربو، عنده انسداد رئوي، وتعرض لهيدي الريحه بشكل مفاجئ وقعد فتره عم يتنشأ من هيدي الروائح، ممكن يصير عنده اكيد ازمه ربو حاده، تدعي انه يضطر يروح على الطوارئ، ممكن يصير عنده نوبه انسداد رئوي حاد كمان يضطر انه يروح على الطوارئ او يروح يتعالج عند الحكيم، وممكن امرار تكون بصراحه كثير النوبه كثير قويه، خاصه بوجود هالقد انبعاثات عم تصير من وراء الدخان. هلا في بعض في مشكل صغير ممكن يصير كمان بشكل حاد،
هو اذا شخص قاعد مثلا قريب كتير من هذا الدخنه اللي عم تطلع، يعني قاعد مثلا على البلكون على الطابق الاول او قاعد على الارض وهالدخان عم يتنشقه بشكل مستمر وضل يتنشق هالدخان لشكل مستمر، ممكن يصير عنده شيء بنقله كربون مونوكسيد توكسيستي، يعني التسمم بغاز الكربون. وعلى الرغم من تخبط الجهات المعنية في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة، يأمن المواطنون بحلول مؤقتة تضمن عودة الأمور إلى ما كانت عليه. وسط عجز حكومي كبير، أصبحت الكرة اليوم بيد البلديات كهيئة إدارية مصغرة مسؤولة عن معالجة مشكلة النفايات. علاء سرحال، تلفزيون مستقبل. ومتابعة لموضوع النفايات، عقد نواب العاصمة بيروت اجتماعا مع رئيس البلدية بلال حمد في بيت الوسط، تداولوا خلاله بالحلول الممكنة للأزمة الطارئة التي اجتاحت الشوارع. مواكبة لأزمة النفايات التي تعيشها العاصمة، عقد نواب بيروت اجتماعا مع رئيس البلدية بلال حمد في بيت الوسط، وتداول المجتمعون في الحلول الممكنة لإنهاء أزمة النفايات التي اجتاحت شوارع بيروت بأسرع وقت ممكن. لا نستطيع أن نحل هذه الأزمة وحدنا وفي نطاق مدينة بيروت الإدارية للسبب الآن في الذكر، نحن نحتاج إلى تعاون من سائر المناطق، وبالتالي كما كانت بيروت دائما تستقبل سكان كل لبنان عندها، هي أيضا اليوم تطلب أن يكون هناك تعاون من المناطق معها. عملنا اجتماع استثنائي لمجلس بلدية بيروت وأخذنا فيه قرارين، واليوم الحمد لله نواب بيروت عم يدعموا ما قام به المجلس البلدي. بلخص القرارين، القرار الأول أنه مطالبة مقام مجلس وزراء أن تستمر سكلين بما كانت تقوم به قبل 18/7 أنه تقوم فيه على صعيد بيروت الإدارية، يعني نطاق البلدي لمدينة بيروت، كل الأعمال التي تقوم بها أنه تستمر بالقيام بها ما عدا التمر اللي توقف حتما بتوقف مطمر النعمة. اثنين، نحن كمجلس بلدي عم نعمل عقد مع شركة خاصة تملك عقار أو أكثر خارج النطاق البلدي، لأنه يعني داخل مدينة بيروت ليس هنالك عقار ضخم ليستوعب ما كان يطمر في النعمة، أنه بنعمل المجلس البلدي عقد مع شركة بتقوم باستلام هذه البقايا من النفايات وبتكبها أو بتطمرها بموقع خارج المدينة. وأكد النائب قباني أن الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري متضامنان ويتبنيان المطالب التي طرحها نواب بيروت. إلى ذلك، أعلن رئيس بلدية صيدا محمد السعودي أنه من غير المقبول مطلقا قبول نفايات إضافية من خارج اتحاد بلديات صيدا والزهراني ومنطقة عين الحلوة، في إشارة منه إلى ما تردد عن احتمال نقل كميات من النفايات المتراكمة في بيروت إلى مدينة صيدا ومعملها. وأشار السعودي في بيان له إلى أن هناك اتفاقا بين البلدية وإدارة معمل معالجة النفايات في صيدا يقضي بتكثيف تواجد عناصر شرطة البلدية لضمان عدم دخول أي شاحنات محملة بالنفايات إليه من خارج إطار بلديات اتحاد صيدا الزهراني. وإلى باريس، حيث أنهى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق زيارته الرسمية بلقاء مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. المشنوق نقل عن الوزير الفرنسي وعده بمتابعة موضوع رئاسة الجمهورية مع المسؤولين الإيرانيين والسعوديين. العلاقات اللبنانية الفرنسية وأهمية انتخاب رئيس الجمهورية ودعم لبنان في مواجهة تداعيات الأزمة السورية، مواضيع بحثها وزير الداخلية نهاد المشنوق مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بحضور عدد من قادة الأجهزة الأمنية ومسؤولين أمنيين. وزير الخارجية الفرنسي وعد أنه سيجري كل الاتصالات اللازمة لكي تقوم الدول المانحة للبنان في موضوع النازحين أن تقوم بدفع ما التزمت به خلال قمة الكويت وأولها فرنسا. وفي موضوع رئاسة الجمهورية، وافق فابيوس على مقاربة المشنوق لأهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية. سيفعل كل جهده هو على اتصال بالسعوديين بشكل مباشر وأبدأ إعجابه بالقيادة الجديدة وسيكمل اتصالاته في طهران.
المشنوق نقل عن الوزير الفرنسي ترحيبه بجهود الأجهزة الأمنية في مواجهتها للإرهاب ونجاحاتها الأخيرة، وتوافق الطرفان على مقاربة العلاقات اللبنانية الفرنسية على أنها تاريخية وأن هناك تنسيقا دائما في جميع المواضيع على كل الصعد. تتابعونا بعد هذا الفاصل. لجنة الخارجية في الكونغرس تنتقد الاتفاق النووي وكاري يدافع عنه. طائرتا مساعدات سعوديتان تحطان في مطار عدن والمقاومة تتقدم في تعز. أهلا بكم من جديد، المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. وزير البيئة يتحدث عن حلول مؤقتة لأزمة النفايات. تحذيرات من مخاطر إحراق النفايات بشكل عشوائي. الحكومة ترحل النقاش حول آلية عملها إلى يوم الثلاثاء. لم يتأخر الجيش التركي في الرد على مقتل أحد ضباطه بإطلاق نار من الجانب السوري، فقصف مواقع يسيطر عليها داعش عند الحدود السورية التركية، وخاض اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم بمساندة المقاتلات التركية. في هذا الوقت كان ثوار درعا يستهدفون معاقل النظام في إطار عملية عاصفة الجنوب. يبدو أن تركيا قد غيرت موقفها بعد عملية سروج، حيث بدأت تحشد قواتها على الحدود مع سوريا، كما أرسلت طائرات حربية إلى الحدود السورية عقب الاشتباكات مع تنظيم داعش في ولاية كلس. وقد اندلعت الاشتباكات بعد إطلاق نيران من منطقة خاضعة للتنظيم الإرهابي في سوريا استهدفت عسكريين أتراكا، ما أدى إلى مقتل ضابط وجرح اثنين على الأقل، بينما ردت تركيا بقصف مدفعي طال مواقع المسلحين وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم. أما في الجنوب فبدأت تشكيلات الجبهة الجنوبية هجوما واسعا على مراكز قوات النظام في مدينة درعا ضمن معركة عاصفة الجنوب التي تهدف إلى السيطرة على أحياء درعا المتبقية بيد النظام. وفي الزبداني استأنف طيران الأسد قصفه العنيف للمدينة، في حين تستمر ميليشيات حزب الله في محاولاتها للتقدم من دون أن تحقق أي نجاح، كما استهدفت الفرقة الأولى الساحلية التابعة للجيش الحر مراكز عسكرية في مدينة اللاذقية بصواريخ جراد، في حين تعرضت مدينة الباب بريف حلب لغارات جوية عنيفة من قبل طيران الأسد. ووسط هذه التطورات التقى المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا مسؤولين في النظام السوري بدمشق وبحث معهم تطورات الوضع السوري. أصدر قضاء النظام السوري أحكاما بالإعدام على 5 أشخاص بتهمة دعم الإرهاب وتأسيس منظمات إرهابية، وهم الشيخ يوسف القرداوي والإعلامي فيصل القاسم والشيخ والنائب السابق محمد حبش والكاتب والصحفي ميشيل كيلو والشيخ عدنان العرعور. أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن مصر هي جزء أساسي من تحالف إعادة الشرعية إلى اليمن، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في الرياض مع نظيره المصري سامح شكري. الجبير الذي جدد الترحيب بالاتفاق النووي أبدى قلقه من تدخل إيران وشعبها في دول المنطقة. موقف المملكة هو أننا نرحب بأي اتفاقية تضمن عدم قدرة إيران الحصول على سلاح نووي وتحتوي على آلية للتفتيش فعالة يتم من خلالها تفتيش جميع المواقع بما فيها المواقع العسكرية، ويكون هناك آلية أيضا لإعادة تطبيق العقوبات على إيران في حال مخالفتها لمثل هذه الاتفاقية. المشكلة نواجهها وهي تتعلق بتدخلات إيران في شؤون دول المنطقة وبأعمال الشغب التي تقوم بها إيران في المنطقة على رأسها دعم الإرهاب، فهذا مصدر قلق بالنسبة لدول المنطقة. حملة انتقادات عنيفة شنتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على الاتفاق النووي، غير أن وزير الخارجية جون كيري طمأن بأن الاتفاق منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
الاتفاق النووي بين إيران والغرب شكل محور مناقشات ساخنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث هاجم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بوب كوركر إيران والإدارة الأمريكية على حد سواء. كوركر اتهم الإدارة الأمريكية بالفشل في المفاوضات النووية مع إيران، معتبرا أن رفع الحظر عن الأسلحة الباليستية قرار خاطئ وأن الاتفاق النووي لا يساعد إيران على تفكيك برنامجها. وأضاف أن الإدارة الأمريكية جعلت الأمر يبدو وكأنه إما الاتفاق أو الحرب مع إيران، التي اتهمها أيضا بأنها سبب بقاء بشار الأسد في السلطة حتى الآن، معتبرا أن إدارة باراك أوباما لم تضغط للتخلص من الأسد بسبب الاتفاق النووي. وإزاء هذه الاتهامات، سارع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى الدفاع عن الاتفاق النووي الذي قال أنه منع إيران من الحصول على سلاح نووي وأفشل محاولاتها لتصنيع قنبلة ذرية، وأجبرها على الموافقة على وقف تخصيب اليورانيوم وتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي. وطمأن كيري المجلس بأن إيران ستكون دوما تحت المراقبة، وإذا لم تلتزم بتعهداتها واشنطن سترد فورا، معلنا أن خبراء الجيش أكدوا أن العمل العسكري مع إيران لن يجدي نفعا. وصلت إلى مطار عدن الدولي طائرتان سعوديتان في إطار جسر الإغاثة الذي دشنته المملكة العربية السعودية بعد تحرير المدينة من أيدي الانقلابيين في وقت استمر القتال في المحافظات الأخرى. تحول مطار عدن الدولي الذي أعيد تشغيله قبل ساعات معدودة إلى قاعدة لتوزيع المساعدات الإنسانية والعسكرية واللوجستية لباقي المحافظات اليمنية. طائرتان سعوديتان محملتان بمساعدات طبية وغذائية حطتا طباعا في المطار في إطار جسر الإغاثة الذي دشنته المملكة العربية السعودية لإغاثة اليمن بعد تحرير عدن من أيدي الإنقلابيين الحوثيين. إلى ذلك، أوضح مدير عام مكتب بالصحة والسكان بمحافظة عدن أن حصيلة القتلى منذ بدء المواجهات بين مسلحي الحوثي والمقاومة الشعبية في المدينة بلغت 1000، فيما جرح 9000 آخرين. يأتي ذلك في وقت استهدف طيران التحالف العربي اللواء 17 التابع لميليشيات الحوثي في باب المندب بعدن، كما قصف تجمعات الانقلابيين في محافظة حجة الحدودية مع السعودية، وأغار على مخازن أسلحة ومعسكرات تابعة للحرس الجمهوري السابق في العاصمة صنعاء وفي محافظة مأرب. أما المقاومة الشعبية فسجلت تقدما ميدانيا خلال المواجهات جنوب غربي مدينة تعز، سيطرت في خلالها على منطقة عقاقة خلف السجن المركزي. سقط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في الرمادي والكرمة والفلوجة بمحافظة الأنبار إثر قصف شنه الطيران العراقي والتحالف الدولي. سياسيا، يواصل وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر زيارته المفاجئة إلى بغداد، حيث التقى وجهاء وشيوخ عشائر من الأنبار وبحث معهم سبل إنجاح الحرب على داعش. خرج أو جرح عدد من الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت آمر شمال محافظة الخليل خلال تشييع رجل فلسطيني أعدمه جنود الاحتلال داخل منزله. وقد فرضت قوات إسرائيلية كبيرة حصارا على البلدة وأغلقت مداخلها وهاجمت المشيعين عبر إطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي. قتل ضابط مصري وثلاثة جنود في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة شمال سيناء الحدودية. وقال المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير إن العبوة انفجرت أثناء قيام الجيش بتمشيط الحد الفاصل بين منطقتي المهدية والمسورة بمدينة رفح. وجه الرئيس سعد الحريري رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معزيا بضحايا التفجير الإرهابي في سروج. بعد الفاصل تتابعون. سليمان، الكيديات تغرق البلاد بالتعطيل والنفايات. جنبلاط يجول في المطار ويقول لابد من تخصيصه. أهلا بكم من جديد. رأى الرئيس ميشيل سليمان أن الدعوة للانتخابات النيابية قبل الرئاسية تشكل عدم توازن دستوري، وقال إن الكيديات تغرق البلاد بالتعطيل والنفايات.
في الخلوة الرابعة للقاء الجمهورية، شدد الرئيس ميشيل سليمان على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وعدم الدعوة إلى انتخابات نيابية قبل الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي لتجنب الخلل في توازن السلطات. اللقاء ناقش أيضا آخر التطورات الحياتية على الساحة اللبنانية، تأمين الحد الأدنى من المتطلبات الحياتية الملحة ومعالجة الملفات الضرورية بشفافية بعيدا عن المحاصصات والكيديات، سواء في ملف النفايات أو الملفات الحياتية الأخرى، إنقاذا للموسم السياحي الذي يحرك بدوره الدورة الاقتصادية، وتحصينا لهذه الحكومة ولعدم شل إنتاجيتها في ظل غياب رئيس الجمهورية. سليمان دعا أيضا إلى التمسك باتفاق الطائف بدلا من ضرب المناصفة وحماية المؤسسة العسكرية للقيام بواجبها الوطني. التمسك باتفاق الطائف والعمل الدؤوب على تحصينه بدلا من السعي عن قصد أو عن عدم معرفة إلى ضرب المناصفة، أي مغامرة من هذا النوع ستؤدي حتما إلى المزيد من الشرخ الوطني. كما تابع لقاء الجمهورية مناقشة أهدافه، وعين يوم الخميس في الأول من تشرين الأول موعدا للاجتماع المقبل. ومن حارة تحريك، حيث عقدت اجتماعها الأسبوعي، سألت كتلة نواب حزب الله من المسؤول عن عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر منذ العام 2010 والقاضي بحل أزمة النفايات، في إشارة إلى حكومة الرئيس سعد الحريري. ومن حق اللبنانيين هنا أن يسألوا عن المسؤول عن عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر منذ العام 2010 حول اعتماد التفكك الحراري وإجراء المناقصات اللازمة، ثم من الذي منع تقدم العارضين إلى المناقصة المعلنة لبيروت والضواحي؟ قدمت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ولا للفساد إلى رؤساء الكتل النيابية ولا رئيس الحكومة تمام سلام رسالة، وهي عبارة عن كرتونة تحتوي على كيس أسود مخصص للنفايات وبداخله مجموعة من مشاريع القوانين المرمية في أدراج المجلس النيابي، ومرفقة برسالة بداخلها عبرت عن سخط المجتمع المدني على الوضع الذي يمر به البلد عموما وخصوصا فيما يتعلق بأزمة النفايات. طلب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بتخصيص مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بسبب ما يشهده من تراجع كبير في عدد المراقبين الجويين وتراجع أحيانا في خدمات شركة ميز. جنبلاط، وبعد جولة في منشآت شركة طيران الشرق الأوسط يرافقه النائب غازي العريضي، سأل لماذا لا تنشأ هيئة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وتكون مستقلة وتتحمل وحدها مسؤولية كل شيء. وختم جنبلاط قائلا: لا شك أن ما تقوم به شركة الميدل إيست برئاسة محمد الحوت هو إنجاز كبير، متمنيا أن يستكمل هذا الإنجاز لكي يعود لبنان ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مركز استقطاب، ولكن هذا ليس بالأمر الكافي. في السراي الكبير، بحث رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مع رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري مجمل التطورات العامة على الساحة اللبنانية. وفي الصيف، اجتمع رئيس حزب الكتائب سامي جميل في بيت الكتائب المركزي إلى رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض، حيث تركز البحث على مجمل التطورات الداخلية وأزمة النفايات. معوض لفت إلى أن مسؤولية الدولة السيادية هي في وضع خطة توجيهية للنفايات تتضمن المطامر دون أن تترك الصراع مفتوحا بين مافيا سياسية واقتصادية. ومن البقاع، اقترح الوزير وائل أبو فعور استخدام الكسارات كمطامر للنفايات إلى حين إيجاد حل جذري للأزمة. قدم وزير الصحة العامة وائل أبو فعور اقتراحا لمعالجة أزمة النفايات، وخلال تمثيله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في العشاء السنوي لجمعية الآفاق لدعم صندوق المريض في راشية، قال أن تقاذف المسؤوليات في هذا الموضوع لم يعد مفيدا. فمن غير المنطقي أن تسمح الدولة لصاحب مصلحة بأن يشوه البيئة بأن يقوم بما يقوم به، خاصة تلك التي الكسارات التي تعمل في الأملاك العامة بترخيص أو بدون ترخيص، ولا يكون للدولة وللبلديات الحق أن تطمر نفاياتها في هذا الأمر. يجب أن يكون هناك قرار شجاع من وزير البيئة ومن البلديات باستعمال الكسارات ومواقع الكسارات كمطامر
للنفايات. وتمنى أبو فاعور أن تبقى النقاشات في مجلس الوزراء ضمن الآداب كي لا يدفع الرئيس تمام سلام إلى خيار لن يكون في مصلحة أحد. نأمل أن يكون البعض منا قد تعلم الدرس في كيفية احترام الأصول واحترام العقول. احترام العقول في أن يعرف بأنه لا يستطيع مهما بلغ شأنا ومهما عظم حجما ومهما بلغ تأثيرا لا يستطيع أن يصادر الحياة السياسية والحياة الدستورية اللبنانية لا لشيء إلا لأنه لديه أولويات سياسية يريد أن يفرضها على مجمل المواطنين اللبنانيين. احترام الأصول في احترام الطائف. وحذر أبو فاعور من تعطيل عمل المؤسسات وعدم التقيد باتفاق الطائف. في جديد جريمة دوريس التي وقعت منذ حوالي الأسبوع، شقيق المخدور محمد عوضة يطالب بمعاقبة المجرمين. كلام حسين عوضة جاء خلال مؤتمر صحفي في منزله في بعلبك بحضور فاعليات من آل عوضة. مؤشر الجريمة في لبنان إلى ارتفاع والفاعلون لا ينالون الجزاء المحق. شقيق المغدور محمد عوضة كما الكثيرون يطالب بالاقتصاص من قتلة أخيه الذين أردوه عشية العيد قرب مستشفى دار الأمل الجامعي وهو صائم، حيث صدف وجوده لزيارته جريحا بعد إصابته بطلقين ناريين في يده اليسرى. نحن بنطالب الدولة والجهات الأمنية والجهات القضائية والقضاء، بنطالبه بأنزل العقوبات بحقه بحق المرتكبين هاي الجريمة. في 3-4 موقوفين وبعد في شي 3 لسه ما توقفوا، أنا بطالب توقيفهم. وحيال هذه الجريمة التي حصلت عن سابق إصرار وتصميم، كان قد أوقف المختار محمد أحمد عوضة على خلفية إطلاقه النار على الضحية، بينما كان المغدور يزور شقيقه حسين عوضة الذي أصيب على يد نجل المختار. رفعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها إلى 17 من آب المقبل بسبب العطلة القضائية ولمدة 3 أسابيع. وكانت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان استمعت إلى عرض من فريق الادعاء لأدلة ووثائق اعتبرت مقبولة. وخلال الجلسة تناوب فريق الادعاء على تقديم الوثائق والأدلة للقبول بها رسميا من قبل المحكمة، وهي شملت جداول تسلسل الاتصالات وأدلة تتعلق بحركة الرئيس الشهيد رفيق الحريري السياسية وسفره من وإلى لبنان، ونسخ عن مقالات صحفية توضح الحملة السياسية ضد الرئيس الشهيد، وتشمل مقالات من الفترة التي سبقت 14 من شباط 2005 وبعدها، وقدمها الرئيس فؤاد السنيورة أثناء شهادته في المحكمة. قدم المستشار القانوني لوزير العدل أشرف ريفي القاضي محمد صعب شكوى جزائية ضد جريدة الأخبار بجرائم نشر أخبار كاذبة وذم وقدح وتحقير على خلفية مقال نشر في الجريدة. وقد بيّن القاضي صعب في مقدمة شكواه الدافع وراء تقدم الشكوى، آسفا أن تقوم وسيلة أعلامية بتشويه الحقائق وتلفيق الأكاذيب وتناقض الوقائع الثابتة بالأدلة القاطعة وبأحكام قضائية مبرمة في أسلوب أقرب إلى القصص الخيالية منه إلى الواقع، وهو ما حصل في المقال الذي نشرته صحيفة الأخبار بقلم المدعي عليه رضوان مرتضى تحت عنوان القضاء يحكم لمستشار ريفي ب 150 مليون ليرة لبنانية تعويضا عن بيع 370 نسخة من كتاب. في مخيم عين الحلوة تأهيل نحو 55 عنصرا من أصل 360 عنصر في القوة الأمنية المشتركة تمهيدا لتكليفهم بمهام في أحياء جديدة. وقائد القوة الأمنية في المخيمات اللواء منير المقدح يؤكد على التنسيق مع الجيش اللبناني. في الوقت الذي يشهد مخيم عين الحلوي حوادث أمنية متكررة في عدد من أحيائه، تتكثف الإجراءات العملية من أجل تحصين أمنه واستقراره من خلال تفعيل دور القوة الأمنية المشتركة وتوسيع مهامها. وفي هذا الإطار جرى تأهيل نحو 55 عنصرا من أصل 360 عنصر في القوة الأمنية تمهيدا لتكليفهم بمهام في أحياء جديدة داخل عين الحلوي. غير مسموح لأي شخص أن يعبث بأمن المخيم، ستضرب بيد من حديد لأي شخص
المكان. نريد الحفاظ على أمن المخيم وأمن الجوار، وأن تبقى العلاقة الحميمة بيننا وبين أشقائنا اللبنانيين، ونحن على تنسيق دائم مع مؤسسة الجيش للحفاظ على أمن المخيم وأمن الجوار. وأكد المقدح أنه سيكون هناك دورات تدريبية من أجل ترتيب القوى الأمنية وانتشارها في جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان. نصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع أعمار لمراكز التسوق بدبي، إحدى وحدات شركة أعمار العقارية اللي أعلنت عن ارتفاع بنسبة 43% بصافي أرباح الربع الثاني. وبالأرقام بلغت الأرباح الصافية 412 مليون درهم بالأشهر الثلاثة المنتهية ب 30 حزيران، مقارنة ب 288 مليون درهم بالفترة نفسها من السنة الماضية. أما الإيرادات الفصلية فقد بلغت 727 مليون درهم بارتفاع بنسبة 11% من السنة لليوم. خلينا ننتقل للذهب ونشوف شو هي أبرز الأسباب اللي عم بتأدي لهالانخفاض الحاد، خصوصا مع التوقعات اللي بتقول أنه ممكن يتراجع سعر الذهب أكثر بنهاية السنة ويوصل لأدنى من الألف دولار للأونصة. أولا، قوة الدولار الأمريكي بتلعب دور رئيسي بانخفاض سعر الذهب، علما أنه يوجد علاقة عكسية ما بين قيمة العملة الأمريكية والذهب. إضافة لهالشيء لازم نعرف أنه قوة العملة الأمريكية بتجبر المستثمرين على إعادة تقييم السعر الحقيقي للمعدن ردا على تحركات العملة. السبب الثاني هو توقع رفع أسعار الفايدة بناء على اجتماعات الفيدرالي الأمريكي. إذا امتلاك الذهب أصبح فرصة ضائعة وكلفة عالية مع حالة السوق الإيجابية. السبب الثالث هو احتياطات الصين من الذهب اللي أتت أقل بنسبة 57%، أي نص القيمة يلي كانت متوقعة. هيدا أخبارنا لليوم، شوفكم بكرة. ماذا عن الطقس الحار والنفايات؟ مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. طقس حار مكمل تأثيره على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. التفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد فقرة صورة وشمسية. بذكركم أنه كل شهر عم تربح معنا صورة واحدة، أما موضوعنا لهالشهر فهو الصور عن الأعراس. من بعد فقرة صورة وشمسية منروح هلا على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها. جولتنا بتبلش مع القاهرة 39، الجزائر 36، الرباط 31 درجة، دمشق 37، القدس 36، المنامة 41 درجة، أما الختام مع الكويت 48، صنعاء 22، والرياض 44 درجة. منوصل هلا على طقس لبنان. بكره على الساحل الحرارة عم توصل أقصاها ل 33 درجة، أما أدناها لل 25 درجة، الرطوبة عم بتسجل أقصاها 80%، أما سرعة الرياح عم توصل لل 30 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم توصل أقصاها ل 28 درجة، أما بالداخل عم بيكون في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة، ممكن إنها توصل لل 40 درجة، أما عم توصل أقصاها بالداخل ل 37 درجة، أما أدناها لل 20 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنبلش جولتنا من شمال من عكار 34، طرابلس 32، القرز 26، الكوره 33 درجه، 40 بالهرمل، 39 بالقاع، 36 ببعلبك وبيريه، جبال 33، 27 درجه بميروبا، 33 بجوني وببعبدا. بيروت عم توصل فيها الحراره لل 31 درجه وطقسها بيكون صافي ومشمس. زحلة 35، 34 بشتورة وبعنجر، 32 درجة بمشغرة. منكمل عجزين 30، 33 برشية، 35 بمرجعيون وببنت جبال. أما الختام مع بيت الدين 29، أما المناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و 32 درجة. لبكرة مثل ما ذكرنا عم بيكون في عنا طقس صافي ومشمس وعم بيكون في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة، والحرارة عم توصل أقصاها ل 33 درجة أما أدناها لل 25 درجة. عم بيرجع يكون في عنا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة للسبت والأحد. لنهار السبت الحرارة عم توصل أقصاها ل 31 درجة، أما نهار الأحد عم بتسجل أقصاها 30 درجة. على ارتفاع 1500 متر الحرارة عم تتراوح بين ال 17 وال 28 درجة. بحذر من خطر أشعة الشمس. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية. بعتولنا صوركن على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن، وأكيد شو ما كان طقسكن المفضل لقونا عطول على المستقبل.
في دي ان اي بعد هذه النشرة يواصل نديم قطيش الإضاءة على تحليلات معلقي الممانعة والمتصلة بالاتفاق النووي بين طهران والدول الغربية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الكمية بعدني عملكم 22 ألف طن ما رح تخلص بيومين أكيد، بس أكيد رح تنخفض. وزير البيئة يتحدث عن حلول مؤقتة لأزمة النفايات، ومجلس الوزراء يرحل البت بآلية عمله إلى الثلاثاء المقبل. صار عندنا مناعة لليوم الرابع على التوالي. النفايات تتكدس في الشوارع وتحذيرات من مخاطر إحراقها بشكل عشوائي. اشتباكات بين الجيش التركي وداعش عند الحدود السورية التركية، وثوار درعا يستهدفون معاقل قوات النظام. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص. طريق فلسطين لا ما بتمر بالزبداني ودمشق. مساء الخير. كتار ناس ما فهمانين كيف صارت قصة الاتفاق النووي. ليه صار في اتفاق؟ ليه أصلا من الأساس ليه فكرت إيران تعمل نووي؟ يعتقد الكثيرون أن العقوبات نتيجة الملف النووي. الملف النووي هو آلة إيران لإسقاط العقوبات. إيران لو ما عندها ملف نووي ما حتسقط عنا العقوبات مدى الدهر. وليس الملف هو السبب في العقوبات. العكس. دكتور أنديل، هيدي عبال مين ممكن تخطر بالعالم بالكوكب غير عبالك؟ يعني هي آخر مرة هالمعادلة، الدجاجة والبيضة والبيضة والدجاجة، هلا رجعت اتفاق ولا نووي؟ النووي ولا اتفاق؟ من؟ إنه عملوا برنامج نووي منشان يخلصوا من العقوبات؟ طيب ما النووي جاب عقوبات زيادة، عقوبات وحبة مسك، والعقوبات اللي رح تنرفع هي بس العقوبات اللي خاصة بالنووي. يعني العقوبات التانية اللي قبل البرنامج باقي، إرهاب وحقوق إنسان وبعرف شو صواريخ باقي. طيب شو بيكونوا عملوا؟ شو حققوا؟ أكيد أخذوا شيء بالسياسي من وراء هالمناورة. البعض يقول إن أحد نقاط ضعف الاتفاق أنه لم يتضمن ملفات إقليمية، والعكس هو الصحيح. إن انتصار إيران الأعظم هو في أنها نجحت بانتزاع الاعتراف بشرعية ملفها النووي وفك العقوبات دون أن تضع على الطاولة الملفات الإقليمية. كتب بعض الأمريكيين أنه هذا الملف ما في معه متممات إقليمية، عشان كبرينه هذا ملف تقني ما في تفاهمات سياسية. هو عظمته أنه بدون تفاهمات سياسية. من كيف يعني أعظم شيء أنه ما عملوا ترتيبات سياسية؟ عملوا برنامج نووي، سبب لهم بعقوبات، رجعوا عملوا اتفاق ليزيلوا العقوبات اللي هن جابوها لحالهم. شو هالمعادلة هاي؟ كيف يعني اتفاق بلا ترتيبات سياسية؟ وهيدا شيء عظيم. كيف؟ لازم نشوف القطب الآخر بالتحليل الاستراتيجي الممانع شو عم بيقول. إذا الإيراني عمل هذا الاتفاق مشان الملف النووي له، الايراني والامريكي عملوا الاتفاق على راسي مع الامريكي بدون ما يكون بحث جديا بمستقبل ملفات سوريا والعراق واليمن ولبنان وغيرها، وايضا التوازن في المنطقه، بنكون اكلنا قتله. احترنا، واحد بيقول لك اعظم شيء انه ما في ترتيبات سياسيه بالاتفاق، وواحد بيقول لك اكلنا قتله لان ما في ترتيبات سياسيه. قطبي التحليل الاستراتيجي بمحور المقاومة فايتين ببعض. طيب خيي، شيلني من الاتفاق، ما بعد الاتفاق شو؟ ما بعد امضينا، ما بعد الاتفاق شو؟ وإيران دولة معتدلة، دولة ما عندها تطلعات، مش بدها تكسر رأس أمريكا، مش بدها أبدا ما عندها ولا أي هدف لتكسير رأس أمريكا، ولا يوم ادعت هالشي أبدا. الموت لأمريكا كان بس مزحة تقيل لتلفت نظر وانتباه أمريكا.
مثل شاب عم يتحركش بصبية بسهرة بصير بيتساءل عليها. هن عم يتساءلوا على الأمريكان، الموت لأمريكا بلكي هيك بصيروا حبايب. وقال لإيران دولة معتدلة وبالتالي الغرب رح يبلش يتعامل معها على هالأساس بعد الاتفاق. بعد الاتفاق النووي الغرب رح يكتشف غلطه بحق الاعتدال الإيراني ويفتح صفحة جديدة. خلاص انتهت الحرب بين الغرب وبين إيران. أين أهم هلأ نقوله اتفاق تاريخي؟ ألم يكن هناك اتفاقات تاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بلا. حول الصراع بالفضاء وحول الأسلحة النووية؟ ماذا حصل؟ فرغت الولايات المتحدة لانهيار الاتحاد السوفيتي ونجحت بذلك. ستتفرغ الولايات المتحدة ومعها القوى الإقليمية العربية اللي بفلكها من أجل مهاجمة إيران بحرب ناعمة جديدة بال 2016. يا ولاد الحلال يا ولاد الحلال روح، انتوا اقطاب صناعة الرأي العام المقاوم، ولو ما فيكن تكونوا كل واحد بدني. يا شباب الاتفاق النووي لحظة تاريخية لازم يكون في حد ادنى من التفاهم على قراءتها. واحد بيقول لك انتصار عظيم، واحد بيقول لك اكلنا قتلة. الناس ضاعت، جمهور محور المقاومة ضاع. خلينا نروق نهدى ونشوف الوقائع. هيدا الاتفاق مثلا شو نتائجه الاقتصادية؟ انا رأيي في دينامية اقتصادية متسارعة ودينامية. هلأ ديمبسي اجى على العراق امس اول امس وطلب من العراقيين اعداد صيغة تفاوض ثلاثية امريكية ايرانية عراقية لتنسيق معركة الانبار. وزير التجارة الالماني غادر طهران أول أمس ويحمل عقودا بستة أو سبع مليارات دولار. هالديناميتين ستنشئان قوى ضغط داخل المجتمع الغربي أمني واقتصادي تطلب تعزيز أواصر العلاقة مع إيران. عظيم. يعني هلأ اللوبيات الغربية والأمريكية رح تفرض وتجبر دولها تروح تشتغل بإيران، وإيران شو عبالها بتقعد بتنقي مين